اهلا وسهلا فيكم متابعينا الاعزاء، متابعي مركز ابن النفيس. اول شيء نسال الله العفو والعافيه لنا ولكم جميعا من جراء وباء كورونا. طبعا نتيجه الظروف الحاليه والاغلاقات والحجر المنزلي عند كثير من الحالات اللي بتتابعنا، فاحنا اليوم في عنا طريقه جديده للتواصل معكم من خلال برنامج اسمه جوجل ميت. هذا البرنامج راح نشرح عنه وراح نتواصل من خلاله كأنكم موجودين في المركز. طبعا هذا البرنامج او اللقاء الواحد ممكن يكون في عندنا 25 مشترك ومشتركه في نفس الوقت، بامكاننا انه احنا نشوف بعض، نتحدث عن النظام بشكل افضل، نحكي ايش المشاكل اللي بتواجهنا او اللي واجهتنا اثناء الاسبوعين اللي فاتوا، نحكي عن الاعشاب، نحكي عن الرجيم، نحكي عن كانكم موجودين بالمركز بالضبط، كانكم موجودين معنا، ولحفاظا على صحتكم وحفاظا على مصلحتكم بامكاننا اللي ما بيقدر يجي على المركز بامكاننا ان شاء الله نتواصل من خلال جوجل ميت، بالذات اهلنا في الشمال نتيجه الاغلاق الشامل عليهم. هنحدد المواعيد، هيكون في عندنا مواعيد محدده لكل منطقه حسب الظروف لهذه المنطقه. خليكم معنا وان شاء الله راح احنا بنحاول نسخر كل الطرق من اجل التواصل معكم، ونسخر كل التكنولوجيا الحديثه من اجل نكون معكم ونقدر نجاوب على اسئلتكم بشكل مباشر ويكون اكثر له اثر افضل في التعامل ويكون مفعوله اقوى ان شاء الله. فخليكم معنا وان شاء الله راح نتواصل معاكم من خلال جوجل ميت.